بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، ومن علينا وعليكم ببلوغ شهر رمضان، شهر الخير والبركة والرحمة والعفو والغفران. أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، معشر الصائمين، فها هو ذا ثالث أيام شهركم المبارك هذا قد انقضى، وانقضاء ثلاثة أيام بالشهر فانقضاء عشره الذي ما يزال يتتابع في التصرم والانقضاء. وبقدر فرحة أمة الإسلام بحلول هذا الشهر المبارك بديارها، فإنها تتسارع تنافساً في الخيرات وتسابقاً على موارد الرحمة والعفو والمغفرة والعتق من النار. وهذا المجلس المنعقد كل يوم اثنين من أيام هذا الشهر المبارك في ساعته الأخيرة قبل غروب شمسه بعون الله تعالى، نتدارس فيها مجالس تتعلق بنفحات رمضان. ونفحات رمضان معانيه العظام التي ارتبطت بهذا الشهر وجعلت منه الشريعة الإسلامية باباً من الخير والرحمة والبركة التي ينغمس فيها المسلمون فضلاً من ربهم جل وعلا. نفحات رمضان، والنفحات جمع نفحة، وهي النسمة التي تتردد سريعاً وتنقضي، من نفح إذا فاح وهب وأعطى وانتشر، فهي تحمل معنى العطية وهبوب الرياح بنسمتها الباردة التي تمر سريعاً وتوشك أن تنقضي. والمراد بالنفحات هنا ما ينشر الله جل جلاله لعباده ويفيضه عليهم من آثار رحمته من الخيرات والهبات والعطايا. وقد ورد في القرآن على خلاف هذا المعنى في الأصل على سبيل الاستعارة: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي مسهم أدنى قدر من العذاب وجدوا ألم ذلك وحره وقانا الله وإياكم. رمضان أيها الصائمون شهر النفحات الإلهية والهبات الربانية والكرامات التي تتنزل على أمة الإسلام فضلاً من ربهم الكريم جل وعلا. روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وإن كان في سند الحديث ضعف، فقد حسنه الألباني في السلسلة لوجود شواهد لذلك، والعلم عند الله. قال الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: ما في هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعته، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالمقصود في هذه المجالس بنفحات رمضان ذكر هذه المعاني الإيمانية العظيمة التي تحمل من معاني الخير الإلهي والكرم والعطاء الذي وهب لأهل الإسلام في هذا الموسم المبارك من مواسم الخير والطاعة في شهر رمضان. وقد أودعت الشريعة الغراء في هذا الشهر المبارك من أبواب الخير والسبق إلى الفضل ونيل عفو أكرم الأكرمين ما يضيق مثل هذا المجلس عن حصره، ولكننا سنريدها على أقسام نجعل في كل مجلس منها شيئا من ذلك. وسنجعل في هذا المجلس بعون الله تعالى اثنتين من تلك النفحات التي نتعرض لها ويراد لنا أن نصيب منها أيها الصائمون. وقد مضى كما سلف في صدر المجلس عشر شهرنا هذا، وبقيته ستمضي تباعاً والله المستعان. أولى هذه النفحات الفرحة
بهذا الشهر الكريم عند مقدمه وإطلالته على أهل الإسلام وهم يرقبونه على مدى 11 شهراً طيلة العام. الفرح بربه، فرح المؤمن بربه مقام عظيم من مقامات العبودية، يفرح قلبه بكل ما يقربه من ربه جل وعلا. ولما ذكر الله سبحانه نعمة الإسلام ونعمة القرآن أمر بالفرح بهما لأنهما من أعظم ما يفرح به. قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر الله بالفرح في سياق ذكر نعمة الإسلام ونعمة القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقد فسر فضل الله في الآية بالإسلام، وفسرت الرحمة بالقرآن، واللفظ على عمومه، فكل فضل من الله ورحمة من الله هي محل فرحة العبد. لما لا يفرح وربه الكريم يتفضل بفضله عليه؟ ولما لا يفرح إذا أحاطته رحمة من رحمات ربه الكريم جل وعلا؟ فبذلك شرعت الفرحة لنا أمة الإسلام، ورمضان وحلوله بديار المسلمين وفرحة أمة الإسلام به فرحة مشروعة. أعني بذلك أيها الكرام أنه ما أن يعلن عن رؤية هلال رمضان ودخول شهره، عندما تتبادل الناس الدعوات بالتهنئة والتبريكات مضمنة بالفرح والسرور، فإنها قبل أن تكون عادة اجتماعية وتواصلا كريما وخلقا نبيلا يبث في به بين أوساط المجتمع وذويه، إنه قبل ذلك مقام من مقامات العبودية. نفرح ونؤجر على فرحتنا، لأننا إنما نفرح بطاعة وفرحنا بخير وعبادة، فرحنا بموسم يفتح فيه الكريم سبحانه أبوابه للعباد. فإن لم يفرح المؤمن حقا في مثل تلك المواقف فأنى يكون الفرح العظيم مشروعا؟ هذه واحدة. والثانية يا كرام أن عامة الناس تفرح في هذه المواسم، لكن موارد الفرح شتى. فمنهم من يفرح لأمره الدنيوي، تاجر له بضاعة ستروج في هذا الشهر لكثرة الناس فيه، وصاحب سوق يفرح بكثرة ارتياد الناس إليه، وثالث ورابع وخامس. وربما فرح بعض اللاهين بشهوات ربما تتابعت عليهم في هذا الموسم، يسوقهم الشيطان والله المستعان إلى مستنقعات الآثام والفجور والمعاصي. وكما ينشط أهل الطاعة يشتد أهل الباطل، فشتان شتان بين فرح وفرح في هذه الأيام المباركة في هذا الشهر العظيم. أما المؤمن الفرح بقدوم هذا الشهر لأنه شهر قرآن، يفرح بالشهر لأنه شهر صيام، يفرح فيه لأن ليله قيام، يفرح لأن له رصيدا من الطاعات هو مظنة المضاعفة بفضل الله في هذا الشهر المبارك. لما لا يفرح؟ وكل طاعة هي أكبر من أختها في رصيد العفو والمغفرة، وبوابات الرحمة الإلهية تساق للعباد على أكبر ما يكون وأوسع ما يؤمل العبد من ربه الكريم سبحانه. والمقصود أنه إذا تفاوت الناس في أسباب الفرح بقدوم هذا الشهر، فلتكن فرحتك أنت عبد الله بشيء أعظم من ذلك كله. فرح العبد بربه الكريم الذي يمن عليه بالعطايا. أو ما رأيتم فقيرا مسكينا محتاجا قد أعوزته الدنيا بآلامها وهمومها، ثم هو ينتظر أعطية من تاجر وثري وكريم وموسر؟ فإنه إذا أعطاه سر أيما سرور، فكيف إذا كان موعد العطاء مع معطيه موعودا بمضاعفة العطاء المعتاد؟ والله إن الفرح لا يزداد. فكذلك العبد يفرح في كل طاعة يقبل فيها على ربه. تفرح اليوم لأنك صليت العصر، وأنت فرح لأنك عما قريب ستفطر يومك هذا الذي صمت،
وفرح لأنك قمت البارحة، وفرح لأنك تنوي أن تقوم الليلة، وهكذا. فكل عبادة ييسر الله عز وجل لك أسبابها تفرح بها، وحق لك والله أن تفرح، لأن لك ربًا كريمًا يبسط يده إليك، وأنت مقبل على عظيم العطايا في هذا الشهر المبارك. وثالثًا من معاني الفرح في هذا الشهر تحديداً، الفرحة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ها هي ذي أيام رمضان تتتابع كما مضت الأيام الثلاثة الأول، وكلما حان وقت المغرب وقرب سماع الصائم لأذان المغرب، فإنه بين يدي تمرات إفطاره وشربة مائه يحمل في قلبه بهجة وسرورا، وربما كان قد أصابه في يومه ذاك من تعب الصيام والإجهاد، إذا كان قد شقي ونصب وتعب، وكان له ذهاب ومجيء في شمس حارقة ونهار طويل وصيف قائض، فإنه يفرح لأن ظمأه سيبتل وأن جوعه سيشبع. لكن الفرحة الحقيقية التي تكمن في قلبه فرحة بإتمام عبادة، وأنه أتم يوماً صائماً لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. يفرح في كل يوم يضاف إلى صحيفة عمله من أيام الصيام، فرضاً كان أو نفلا. فإذا كان فرضاً كشهر رمضان كانت الفرحة أعظم وأتم. يفرح أيضاً إذا جمع بين يديه في مائدة إفطاره بعض اللذائذ والطيبات من المطاعم والمشارب مما لذ وطاب من الحلال، وحق له أن يفرح. وهذا أيضاً مما شرع للعبد أن يفرح ويحمد الله عليه. لكن الفرحة الأكبر تلك الموعودة في الآخرة إذا لقي العبد ربه وفي صحائف عمله أيام صامها امتثالاً لأمر الله واستجابةً لفرض الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا فرح عظيم هو الذي يساق الناس إليه في شهر رمضان، فرحاً بهذا الباب الكبير الذي أقبل عليهم في هذا الشهر الكريم. أما نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه فقد كان يسوق بشارة رمضان لأمته لأجل أن تفرح وأن تحمل في قلبها من السرور والبهجة بقدوم رمضان ما يحملها على التنافس في الطاعات واستباق الخيرات. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وقد أضل المسلمين شهر رمضان، قال: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم وتغل مردة الشياطين، فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. انظروا كيف يسوق البشارة عليه الصلاة والسلام بشيرا إلى ما يحف بقدوم رمضان من أحداث كونية تتغير من حولك، أبواب تفتح في السماء وأبواب للنار تغلق، ومردة الشياطين تغل وتسلسل وتصفد عونا للعبد على ما هو مقبل عليه من موسم الطاعة العظيم. ثم أشار عليه الصلاة والسلام إلى أنه شهر مبارك يحمل في طياته من البركات والحسنات والطاعات ما هو حري بكل مسلم أن يقبل عليه. إذن هذه أسباب الفرح والبشارة أنه شهر مبارك، وبركة الشهر بما جعل الله في صيامه بالنهار وفي قيامه بالليل وفي القرآن ما بين ذاك وهذا، وفهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فضلاً عما في طيات العبادات المضاعفة التي قد تكتب للعبد فيفطر صائماً ويغيث مكروباً ويساعد محتاجاً ويسعى في تفريج كربة وسائر أبواب الطاعات والخيرات. والمقصود أيها الصائمون أن رمضان شهر عبادة تفرح بمقدمه أمة الإسلام، فافرح عبد الله، بل استشعر في فرحك أنك تتعبد الله بهذا الفرح، وأنك تلتمس الأجر
والثواب في كل ساعة تمر بك فرحا مسرورا بهذه الأيام المباركة. افرح لأنك صمت، وافرح لأنك قمت، وافرح لأنك تنوي صوم الغد وتنوي قيام الليلة. افرح إذا فتحت المصحف فقرأت آية، إذا أتممت سورة، إذا ختمت القرآن. افرح إذا وجدت قلبك مع آية من آيات القرآن قد انفتحت أبوابه، وقد قربت دمعتك، واهتز فؤادك، وارتجف وأنت تستشعر معاني الآيات الكريمة التي تقرأها أو تسمعها خلف إمامك في الصلاة. افرح بكل ذلك، فهو والله أحق ما ملئ به قلب ابن آدم من الفرح والسرور. أعظم فرح وأشرفه وأطهره ذاك الفرح الذي يكون مغلفا بطاعة الله، يسوق العبد إلى مرضاة الله. فإن لم تفرح أيها العبد بمثل تلك المقامات فأنى لك الفرح؟ ستفرح إن فرحت بأشياء أدنى بكثير. افرح بزواجك إن تزوجت، وبمولودك إن ولد لك، وبمالك الحلال إن حصل لك، هنيئا لك وافرح، وحق لك أن تفرح، لكنها والله لا تسوى شيئا بجانب الفرح بالله عز وجل وبطاعته وبمواسم رحمته وبالهبات والنفحات التي تساق للعباد في مثل هذه المواسم. أما إنها أيام معدودة وليال ستنقضي سريعا، وكل من كان بها أشد فرحا كان لها أشد اغتناما، وكان لخيراتها وبركاتها أعظم نوالا. فاستبقوا الخيرات عباد الله، واجعلوا من الفرح الذي يعمر صدوركم وقودا تتسابقون به في ذلك الطريق الكبير. أما إن في الأمة أقواما والله قد سبقوا الناس منذ أول ليلة من ليالي رمضان، فإذا هم سباقون وفي الصفوف الأول وقد سبقوا الأمة سبقا بعيدا. ثق تماما أن في قلوبهم من رصيد الفرح بالله وبطاعته وبمقدم هذا الشهر ما كان ربما يتوقد في صدورهم من قبل رمضان، فكلما اقترب وشعروا أن عدد الأيام التي تفصل بينهم وبينه تتناقص، إذا بذلك الفرح يزداد توقدا في صدورهم. فما أن أقبل الشهر ورؤي الهلال إذا هم قلوب متوقدة تنساق في طريق الخيرات أيسر ما يكون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثاني نفحات رمضان التي نتدارسها في مجلسنا هذا أيها الصائمون، مقام عظيم أيضا من مقامات العبودية. إذا ذكر رمضان تسابق إلى الأذهان من عبادات رمضان الصيام والقيام والقرآن وتفطير الصائمين، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك من أعظم العبادات التي يتنافس فيها الصالحون في شهر رمضان. أجل، ولكن من العبادات العظيمة التي يحق لنا أن ننصب راياتها وأن نتواصى عليها وأن نتسابق فيها وأن نجتهد في تحصيلها أيام رمضان وإن كانت مشروعة في سائر أيام العام، عبادة التوبة والاستغفار. التوبة يا كرام ونيل المغفرة، التوبة أن تنخلع من ذنوبك وخطاياك، أن تغتسل مما اقترفت يداك وعيناك ورجلاك، أن تتبرأ من كل ما تلوثت به صحيفة عملك من دنس الخطايا ورجس الآثام لتقبل فتتطهر من ذلك كله وتغسله بماء التوبة والندم والاستغفار. رمضان محطة من محطات التوبة والاستغفار التي أراد الله عز وجل أن يعيشها أهل الإسلام، فيشهدون موسما من مواسم الرحمة والمغفرة. أو ما تأملتم كيف جعل الصيام في رمضان بوابة من بوابات المغفرة؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجعل القيام في رمضان أيضا بوابة من بوابات المغفرة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان الصيام بالنهار يغفر الذنوب والقيام بالليل يغفر الذنوب، فبالله عليكم أي صائم ذلك المغبون الذي لم يستطع أن يصيب مغفرة الله في رمضان؟ يراد للعباد والله يراد لهم أن تغفر ذنوبهم في رمضان،
بالصيام نهارا وبالقيام ليلا. فمسكين محروم ذلك الذي يعيش أيام رمضان ثم لا يحسن أن يصيب عفو الله ومغفرته والأبواب فيها مشرعة. هنا ستفهمون لماذا دعا جبريل عليه السلام وأمن محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول رغم أنفه، ثم يقول نبي عليه الصلاة والسلام آمين. ولما يسأل الصحابة يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك رمضان فلم يغفر له. هي والله مصيبة، بل هي حرمان قد أصاب صاحبها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. رغم أنفه لأنه أدرك رمضان وباب المغفرة مفتوح بالنهار فما استطاع الدخول، وباب المغفرة مفتوح بالليل بالقيام فما استطاع الدخول، ويوما بعد يوم يدرك رمضان ثم لا يغفر له. هذه والله أم المصائب التي يحزن عليها القلب، ويسأل الله ألا يكون من المحرومين المصابين بتلك الدعوة. لكنها وصف لحقيقة كيف يعيش عبد موسم رمضان وفيه تلك النفحات ثم لا يدرك مغفرة الله. بل إنه قيل إن تسمية رمضان إنما جاء من معنى الرمض وهو الاحتراق. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الضحى فقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال صغار الإبل، وترمض يعني تصيبها حر الشمس عندما ترتفع وذلك يكون وقت الضحى. ورمضان مأخوذ من معنى الاحتراق كأنه شهر تحترق فيه ذنوب العباد لعظيم مغفرة الله تعالى فيها. رمضان هو الموسم الذي يغفر الله فيه للعباد، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة في رمضان. أو ما أدركتم يا كرام أن المغفرة التي حف بها شهركم هذا يراد أن يعيشه أهل الصيام والقيام مدركين لمغفرة الله؟ يا أخي أيها الصائم، إذا كان الله يريد أن يغفر لك لأنك صمت، ويغفر لك لأنك قمت إيمانا واحتسابا، ويريد الله أن يغفر لك لأنك أدركت الشهر فصمت وقمت، وأدركت العشر الأواخر فقمت ليلة القدر إيمانا واحتسابا، الآن أو ما فهمت أن الله الذي يريد أن يغفر لك لأنك صائم، ويريد أن يغفر لك لأنك قائم، أولا يغفر لك إذا طرقت باب المغفرة وسألته فقلت اللهم اغفر لي، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. عبادة التوبة يا كرام مشروعة على الدوام، والله قد وجه النداء قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فتوبوا إلى الله واستغفروه، هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، يدعون الأمم إلى كثرة الاستغفار، وأن يكون لهم مع باب التوبة ترداد وتكرار، لأن أحدنا ليس معصوما، والذنوب والخطايا كثيرة وأحدنا لا يسلم منها. فإذا كان ذلك ولا بد، فلا بد أن يجاهد في التوبة استكثارا كما هو في وقوع الذنوب والمعاصي يقع منه أيضا اضطرارا باستكثار، فيداوي هذه بتلك. ورحم الله عبدا جعل الله عز وجل له من طريق الاستغفار دربا مسلوكا في حياته. وإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه كثرة التوبة والاستغفار، وقدوة الأمة في ذلك نبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وأصحابه رضوان الله عليهم يحصون له في المجلس الواحد، ليس في اليوم، في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا، 70 يحصون في مجلسه وهو جالس معهم يتحدث إليهم ويعظهم ويذكرهم بالله. فربما كان في ثنايا كلامه أو في سكتاته صلى الله عليه وسلم استغفار، فيجمعون ذلك في المجلس الواحد 70 استغفارا. هذا المغفور ذنبه عليه الصلاة والسلام الذي قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر،
وقال له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ لكن توبته واستغفاره صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة كيف ترتبط القلوب المؤمنة الصادقة بربها استغفارا وتوبة تكرارا وتكرارا. كيف يكون العبد كلما كان أكثر اجتهادا في الطاعة وإقبالا على الله كان أحوج إلى تذكر معنى الاستغفار والتوبة إلى الله والعودة إليه. هذه القلوب الحية التي تشهد معنى الرحمة فتنالها، وتشعر بمعنى التقصير فتعود إلى الله من قريب. هكذا العبد كلما اجتهد في الطاعة استشعر مزيد التقصير، فلا تزيده الطاعة والعبادة لربه إلا مزيد شعور بالتقصير. لا أحد يفرح بطاعة إلا بنعمة ساقها الله إليه، وكلما فرح بنعمة الله عليه استصغر شأنه في مقابل عظيم نعمة الله عليه، فتاب واستغفر. علم أن طاعاته لو جمعت ليلا ونهارا، وأن عباداته لو تضاعفت أضعافها تكرارا، فهي والله لا تساوي واجب العبودية الذي خلق من أجله عبد الله. وهو يعلم أن نعم الله عليه أجل وأعظم من كل ما يؤديه من عبادات أو يستبقه من خيرات، فكلما اجتهد في العبادة شعر بحقارة مقامه بإزاء عظمة ربه فتاب واستغفر. ولهذا شرع الاستغفار لنا أدبار الصلوات، وشرع الاستغفار أدبار العبادات العظيمة كالحج وصوم رمضان والصلوات المكتوبات. وهذا الاستغفار إنما هو استشعار للتقصير الذي يقع من العبد وإن كان متلبسا بعبادة. نعم هو مصلٍ الآن، وفور ما قال السلام عليكم ورحمة الله كان أول ما يشرع له من الذكر أن يستغفر الله، ليس استغفارا لأنه كان مقارفا لمعصية حاشا، ولكنه بمعنى أن العبادة التي أداها فإنه مهما اجتهد فيها فهي أقل من أن تكون عبادة بين يدي ربه الكريم الجليل الوهاب سبحانه وتعالى، فيستغفر الله على ما فيها من التقصير، على ما فيها من التفريط والسهو، على ما فيها من عظم من عدم قيام العبد بالواجب العظيم الذي خلق من أجله. في الحج قال الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فيستغفر العبد في مقامات العبودية. وأنتم أيها الصائمون في صيامكم أنتم والله متلبسون بعبادة يحبها الله ويحب أصحابها، فما ظنك بعبد يحبه الله يقبل على ربه مستغفرا أثناء صيامه وأثناء ليله وهو بين هذا وذاك؟ هو منتقل بين عبادات وعبادات، لكن طوبى لعبد أجر الله على لسانه استغفارا كثيرا. من أدمن الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، من أكثر استغفار الله رزق من الخيرات من حيث لا يحتسب، من أكثر الاستغفار جعل الله له بين يديه فرجا وفرحة وتوبة، وجعل الله عز وجل له مما يريد من مقاصد دنياه حظا ومطلبا. قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالها شعيب عليه السلام. واستغفروا رب، قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالها هود عليه السلام. أنبياء الله عليهم السلام يوصون بالاستغفار. قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل للسماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بركات الاستغفار لا تنحصر، وإذا ما فطن العبد وفقه معنى الاستغفار أدرك أنه أعظم من مجرد محو خطيئة اقترفها أو زلة وقع فيها. نعم هذه من ثمرات الاستغفار وأحد مقاصده، لكن معناه الأعظم مزيد تقرب إلى الله واعتراف بالتقصير الذي فطر عليه الإنسان، وهي مرحلة يحاول فيها العبد في مزيد اجتهاد أن يكون إلى الله أقرب. وكلما استغفر جرت صحيفته تبييضا لما اسود منها كل ساعة بما يقع فيها من خطأ يعلمه أو لا يعلمه.
أما التوبة التي يراد للعباد أن يعيشوا معاني حلاوتها في رمضان، فهي بمعناها العظيم الذي يقلع فيه العبد عن ذنب اقترفه. كم عشنا معشر الصائمين في أيام رمضان، عفواً، كم عشنا في سائر أيام العام، كم عشنا صراعاً مع الشيطان يؤزنا نحو المعاصي ويقذفنا في خندق الخطايا، وكم حاولنا فننجح تارة ونخسر تارة، وكم اجتهد الصالحون في مجاهدة الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فإذا جاء رمضان، فإذا هي جولة من جولات الظفر والانتصار على الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. أجل، وذلك من ثلاثة أبواب يعيشها الصائمون في رمضان. أولها أن الموسم مبارك والشياطين فيه مصفدة، فإقبال النفوس على الطاعة فيه أقرب، وحظها من الطاعة فيها مضاعف، وفرصة انقيادها إلى الخير آكد، وبالتالي فإحجامها عن الذنوب والمعاصي أيسر في انقيادها لصاحبها. وهذا سر نشاط النفوس في الطاعة وإقبالها على الخيرات في رمضان. فإذا الموسم مبارك والظرف مهيئ، فهذا عون من الله للعبد بأن يكون أقوى في جولة من جولات الظفر والانتصار على تلك المصائد التي ينصبها لها الشيطان في الطريق. وثاني البوابات التي جعلت عونا للعبد أن الموسم موسم طاعة وهو صائم، والصوم خواء للجوف وخلاء للبطن، فتضعف القوى ولا تجد الشهوة نحو المعصية شدتها التي تجدها في غير الصيام. وهذا أيضا عون للعبد على إقلاعه عما كان مدمنا عليه من الذنوب والخطايا. وكل واحد فينا أعرف بذنبه وأدرى بمعصيته، فرحم الله عبدا جعل أيضا من عيشه في رمضان فرصة للتعرض لهذه النفحة العظيمة من نفحات الله، وهي التوبة والاستغفار الذي يجده في رمضان أوفر ما يكون عفوا ومغفرة من رب كريم رحيم سبحانه. فإذا شعر العبد بهذه المعاني وأقبل، كان له في معنى التوبة مزيد حرص على الإقلاع، فيعزم على عدم العود إلى الذنب. وقد فارقه في رمضان لأنه صائم بالنهار قائم بالليل، فتضاءلت فرص الشيطان وتقلصت مساحات الزمن التي يمكن أن تصرف في لهو وعبث ومجون ومعصية وفسوق. ثم ثالثاً من بوابات المغفرة والتوبة التي يعيشها الصائمون في رمضان عبادات رمضان التي تؤدى، أو ما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت صائم، إذن استشعر رعاك الله في كل يوم تصومه وفي كل ركعة تقومها إماما أو مأموما، استشعر رعاك الله أنك تطرق أبواب العفو والمغفرة، وأنك تريد بكل يوم تصومه أن تبيض صحيفتك وأن يغفر ذنبك. وبكل ركعة تقومها اجعل من نياتك رعاك الله، وأنت قاصد صوب المسجد الذي تصلي فيه الليلة القيام، اجعل من مقاصدك أن يغفر الله لك وأن يعفو عنك وأن يبيض صحيفتك. تالله إن صنعت هذا كل يوم في رمضان بالصيام نهارا وبالقيام ليلا، وأنت مع ذلك مكثر من الاستغفار، وأنت طارق أبواب التوبة مقلع عما ألفته نفسك وأدمنت عليه، تالله إنك لعلى خير عظيم مصيب من هذه النفحة العظيمة من نفحات رمضان. أيها الصائمون، رمضان أيام معدودات كما وصفه الله جل وعلا، ومواسم الخير هبات من الله، وهي ابتلاء في حياتنا هذا معشر العباد، ليظهر فيها السابقون المجدون الفائزون من غيرهم من أصحاب الهمم الضعيفة ودون ذلك. فإذا كان هذا فرصة لك عبد الله أن تعيش رمضان هذا العام، فاعلم رعاك الله أن الله أراد بك خيراً. إي والله، ما عاش عبد ومد له في الأجل فأدرك رمضان إلا علم أن ربه الكريم سبحانه يريد أن يغفر له. فبئس العبد
عبد بلغه الله الشهر يريد أن يغفر له، ثم هو يولي مدبرا معرضا تاركا هذا الباب الكريم. بئس العبد والله. وهو الذي قال عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. وطوبى لعبد بلغه الله الشهر فعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا، وأن الله يريد أن يغفر له. والله أعلم بي وبك وبذنوبنا جميعا وبتقصيرنا، ومع ذلك فربنا الكريم سبحانه يريد أن يغفر لنا فبلغنا الشهر. فطوبى لعبد أدرك هذا المعنى، فانفتح له قلبه وأقبل على ربه الذي أكرمه وأنعم عليه ببلوغ الشهر، فإذا هو مقبل على ربه الكريم قائلا: يا رب أستغفرك وأتوب إليك، اللهم ارحمني واهدني وتب علي، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يصوم ينوي أن يغفر الله له، يقوم ينوي أن يغفر الله عز وجل له، يستكثر في صحائف الطاعات ما يدري، لعله ما يدرك رمضان العام القادم. بل والله إنك لا تدري أتكمل الشهر أم يصلى عليك قبله. يا قوم، ما زلنا نصلي على الجنائز حتى عصر اليوم، وربما كان بعض من صلي عليه اليوم قد هنأ وهنئ ببلوغ الشهر مثلي ومثلك قبل ليلتين، ربما، وكان مع الناس سعيدا مسرورا، وربما تهيأ بعضهم لعيده فاشترى ثوب العيد يعده. أوما فطنت عبد الله أن الله لما قبض أرواحهم ومد لي ولك في الأجل أنها فرص متاحة ونفحات، نفحات تهب على الأحياء ليدركوها؟ فوالله إن كانت تلك النفحات في مقام إعراض من العبد لقد كان فراق الدنيا والله خيرا له من العيش، ولكان بعض المقبورين الذين فارقوا الحياة أسعد حظا منه بأنهم ما أدركوا شيئا يتحسرون على فواته. أما وقد بلغنا هذا الشهر وصمنا أياما ومقبلين على بقيته، فاعلموا أننا والله والله على بحر من الخير والعظيم الأجر والمغفرة لا ساحل له، فيقبل العباد يغترفون كما شاءوا، وهذا الباب يتنافس فيه الصالحون. فاغترفوا من الخيرات وتعرضوا للنفحات، فمن تعرض لنفحات الله أصابها، ونفحات الله عز وجل ما يحرم الله منها عبدا إلا عبدا أعرض وتولى وأدبر، فماذا تفعل به؟ وأنا أعيذ نفسي وإياكم أن نكون من المحرومين في هذا الشهر الكريم، أو أن نكون من الأشقياء الذين أصابتهم دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. وإنا لنسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا وإياكم من السعداء في هذا الشهر الكريم، المقبولين عند أكرم الأكرمين الذين ظفروا بالتوبة والعفو والمغفرة والعتق من النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا جميعا في خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية يا سميع الدعاء. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز الجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك يا ربي من شر كل ذي شر أنت آخذ
آخذ بناصيته. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك يا حي يا قيوم، يا إلهنا وإله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. اللهم فرج عن المهمومين همهم، ونفس عن المكروبين كربتهم. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وكفر سيئاتهم وارفع في الجنان درجاتهم، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا حي يا قيوم. اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما بلغتنا هذا الشهر بفضلك ومنتك ورحمتك وأنت الكريم المنان، نسألك يا حي يا قيوم أن تعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح العمل الذي يرضيك عنا، وأن ترزقنا فيه الإخلاص لوجهك الكريم والقبول عندك يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا، وأجب دعاءنا، وأعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.